خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو. الو مساء الخير. مساء النور. ازيك يا اسامه؟ كل سنه وانت طيب. وانت طيبه الحمد لله. اتعرف بيكي؟ الحمد لله. هند. هند. ازيك يا هند؟ انا مثلا 24 سنه. ايوه. انا متزوجه حديثا. حديثا خالص. حديثا خالص. بقالك قد ايه يا هند متجوزه؟ 4 شهور. ايه ده، انت عروسه لسه؟ اه. اتجوزتي عن حب ولا جواز تقليدي يا هند؟ اه عن حب جدا. عن حب جدا. طيب الحمد لله. حب ومعاناه بقى. هو معاناه، ما في يعني، ما هي المعاناه هي اللي بتدي طعم للحب عشان تبقي عارفه. اكيد. والحب لما بيتظبط بعد معاناه بيبقى له طعم احلى، ونقدر نحافظ عليه ونخاف عليه اكتر. عشان كده انا بتصل عشان احافظ عليه اكتر. طب قولي لي بقى ايه المشكله، انا تحت امرك. هو انت فتحت الكلام بردك على الرساله اللي فاتت والحوار مع حضرتك والفنان لطفي لبيب، هي الحكايه تتلخص يعني في كلمه لا والرفض. ساعات يا اسماء كده انا بس عايز اسالك سؤال، يعني ايه اللي بيخلي البني ادم يقول لا لحاجه هو مش عايزها؟ بس خلينا نروح بعيد عن الانحرافات، يعني الانحرافات نقول لها لا وخلاص دي معروفه، الانحرافات والحرام. لكن الحياه الثانيه اللي خاصه مثلا بالكرامه، بعزه النفس، بناء شخصيتك، ايه اللي يخلي الواحد يقول لها لا؟ هقول لا لما احس ان انا كرامتي بتتهان. طب بص يا هند اسمعيني، هقول لا لحاجات كتير قوي. هقول لا لما احس ان انا كرامتي بتتهان. هقول لا لما بحس ان انا عايش طبيعي وكل حاجه بس بتساق في سكه غلط. اقول لا لما احس ان في قهر يمارس عليا. اقول لا لما يكون معروض عليا عرض غير مناسب باي شكل من الاشكال. اقول لا وانا عارف امتي ايه بالظبط، ان انا هقول لا لما عرض عليا، لان انا قد او مش قد يعني، او متاكد، هو طبعا عند ربنا، ولكن شايف ان انا ممكن يكون قدامي فرصه احلى. اقول لا لانسان انا حاسس ان هو بيغدر بيا بالتدريج، بيتسحب. اقول لا الانسان مغرور بيتعامل معايا بغرور. بتعامل معايا بغرور ليه؟ ما تقول عبجاز، انت اتجننت ولا ايه؟ ليه بتاع ايه انت عشان تتعامل معايا بغرور؟ انت مين؟ انت بني ادم زيك. يا تتعامل معايا بتواضع وباحترام احترمك واشيلك فوق دماغي، يا تتعامل معايا بغرور اديلك على بوزك اساسا. اقول لا المليون حد غلط. اقول لا الواحد خبيث عمال يأسفن ويبوظ فيا وفي صحابي وفي اللي حواليا، وعمال يسوس ويبوظ الدنيا. اقول له لا طبعا وميت لا. اقول لا لابني لو هيعمل حاجه غلط. اقول لا لمراتي لو لقيتها هتتصرف غلط مع شخص او مع انسانه او مع حد ما كانش مفروض تتصرف كده. اقول لا لاي تاجر بيتعامل معايا في بيع وشراء حاسس ان هو هينصب عليا، او اقول لا، اتعلم اقول لا، ما يلزمنيش الشغلانه. في ناس كتير جدا بتبيع وتشتري وهي بتبيع، اللي قدامه شاطر شويتين و100 فل و14 ولف، ولا يا معلم واصل فيه وانا قدامي ما تسعش عليا ما تلفش وتدور، لا هي دي ب 10 قروش تاخدها ما تاخدهاش يولع. اقول لك بقى على حاجه ثانيه. زمان في يوم من الايام، ولا داعي بقى لذكر، يعني انا بحكي لكم شويه الذكريات اللطيفه دي علشان اتعلمت منها برضو. كان عندي نوع من انواع التجاره، وكان السوق واقف لان انا كنت بياع فاشل والله جدا يعني. ودخل لي زبون، يعني كان يخش لي اي حد بيشتري حاجه من التجاره اللي عندي دي، اقول له اه والله ودي كويسه دي فيها مش عارف ايه، اه بس مش عارف ايه، واخد ودي في الكلام وانا كده يعني، عشان يعني احلله البضاعه واشتريها. لحد ما في مره دخل عندي واحد وانا كنت مش طايق نفسي اساسا. عارفين في وقت كده الواحد بيبقى مش طايق حتى نفسه، طز في البيعه على الشغل، مش عايز اشتغل. فدخل الراجل قال لي والله مش عادي بكذا. طيب اصل هي كده حضرتك. طيب ما نتفاهم، ما بتفهمش حضرتك. طب ما فيش منها، هي ما فيش غير دي، هي دي كده. اه. فيها قرد يا فندم كده. الله الله، انت مش عايز تبيع؟ قلت اه مش عايز ابيع. اشترى الراجل، واشترى من اسرع ما يمكن. انا بقولها لك بمنتهى الامانه. وحصلت لي تاني وتالت ورابع، بس انا مش قاصد اعمل كده. انا كنت ببقى متنرفز متضايق من موقف ما، او مش مقيم اللي قدامي ان الراجل ده ممكن يشتري ولا لا، وبيشتروا. هي الدنيا كده. الدنيا ما بتديش محتاج، عشان كده لا
ممتعة متعة مفيش بعدها متعة.